ليش يسوون مرقة الشجر؟ قلوا لي أنا ما أحب مرقة الشجر ولا فهد. خبرنا على الوالدة قلنا لها حنجي نتغدى، قالت هي ما هلا بيكم مرقة شجر اليوم، قلت مع السلامة ما تشوفينا منا لليل. تخيلوا، فراح نروح نتغدى برا أنا وياه، همين فرصة نجتمع على طاولة وحدة، واحد يصارح الثاني. حلو كيف تلها هاي؟ حلو، يلا نروح انطي سلبياتي، انطي ان شاء الله والله الملائكة ما عندها سلبيات. يا روحي خجلتيني. هو فاق التركيز لان ما ماكل، انا ما يجوع فاق التركيز. وهاي دور غزل. دور غزل والتصوير. والله بطرانة اني، هذا اللي اخذ الاشاعر هسه افكر بيا مطعم اكل اني. تخيلوا وانا افكر ايش راح يقول لي كلمة جديدة من غزل لو حب، ولو كل النساء يحبون الغزل والحب وهاي، وكل الرياجيل هم بطنهم اقرب. ايه يقولون اقرب طريق لقلب الرجل معدته مو هاي. منو قال هذا؟ ايش ما تدريني، سامعت كذب، سامعتها بلفه حب شمس. كذب عمي خذيها من عندي. لا عاد شنو اقرب طريق؟ اقرب طريق لقلب الرجل امراه. لا عاد قدامك قال شيء المطابات. لا هو دا اقول لك بصوره عامه يعني تقبلون؟ تقبلون هذا الكلام؟ يعني شو تريد مثلا ازوجك؟ لا حبي كذا. شو تريد؟ لا شو تريد؟ لا قول. انا مدعدلك المثل. ها اوكي. المثل عبالي تريد ازوجك. هو حبيبي المثل اقرب شيء لقلب الرجل يقولون بطنه. سي كذا اقرب شيء لقلب الرجل امراه. ها اوكي. عبالي تريد امراه. لا حبي. ارسل كلمة حلم او دريم. تعادلين الف مرة. الله يبارك. هي هي. هلا بناي. هلا بناي. 1200. بنات اصدق لو لا؟ 1400. حمية. اوكي هو الجمال موجود بس الروح منين تجيبها؟ الروح منين تجيبها؟ قول لي. حب الروح، الروح مش عزايني دور. دور. شو نسوي بالروح؟ والله سوالف عزرائيل انا ادور روح، شو نسوي بالروح؟ يما بطني. لا عاد مو يقولون اهم شيء الروح. حبي حكي مع التلفزيون. لا عاد شنو اهم شيء؟ روحك حلوه، من يدور روحه؟ بقى حد يدور، وينك ولد يدور روح؟ كذابين الله وكيل. هذا زراين شنو شغله؟ والله الكلاوات هاي. يما ما اقدر لي. يا روحي كوثر ان شاء الله تتزوجين احسن نصيب اللي يسعد قلبك ويريحك ويعيشك مثل الاميره والملكه. تعيشين اميره وملكه؟ لما اني احبك حب حقيقي، ولما اني اخاف عليك، ولما تكونين انت اهم شيء بحياته، وكلش عادي كلش 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 عادي انه تتاثرين بينا او تقتدين بينا. هذا الشيء كلش يسعدنا، ما عندنا احنا سالفه غيره وما ادري شنو. اصلا عيب على اي مشهوره تقول يغارون مني، لطالما معرضه حياتها للسوشيال ميديا فلازم تطلع احلى ما عندها حتى الناس يقتدون بالاشياء الحلوه. فممنوع تقول احد يغار مني ابدا، بقاموسنا لازم تلغي هاي الكلمه. ونتشرف يا روحي انت، نتشرف بهذا الكلام الحلو، ان شاء الله تعيشين حياه اسعد من حياتنا. اي لاف يو. لك حبيبي الكاتب اللي ضعفانه، حبيبتي انت، الله ينطيك قصرين، واحد بالجنه واحد بالاميرات. تنبينا من الرصافه على هذا المسج الحلو، الله يعطيك ان شاء الله قصر بزيونه، قولي امين. شنو الجديد يا قلبي؟ انا من اول ما ظهرت قصتي كبيره، يعني شو اسوي؟ اكيد حبيبي اكيد، واقي شمس قبل المكياج. ما يصير بعد المكياج قلبي.